اللوائح اللي نزل بها جوج ديال الملاحظات اساسيه. اولا وهذا كيتماشى مع الشعار ديال الحزب والانصاف الان، تم انصاف المراه حيث اللوائح ديالنا اليوم اللي تقدم بها الحزب اكثر من كاين 13 لائحه يمكن كلها تقريبا 100% نسائيه، وهذه اوليه فهاد الاستحقاقات ما كيبين الدور ديال المراه عندنا في الحزب. وكذلك مشاركه مكثفه للشباب بحيث معدل السن في بعض اللوائح كيتراوح ما بين 25 28 عام. واخيرا لو طون كادرومون ولا نسبه التاطير، الحزب نزل بكفاءات الحمد لله مشرفه، وهذا ان شاء الله بحول الله ما غيكون الا في المستقبل. اذا باش ما لكي لا اطيل عليكم، اولا غنبداو بالتصور الجهوي ديال الحزب في سؤال اول لسي عبد اللطيف معزوز اللي يمكن من بعد نحلوا اسئله في الشق التنظيمي ديال هذا اللقاء. غادي نعطيو الكلمه للمرشحين بجوج، غادي يعطيو التصور ديالهم، ومن بعد واحد 30 دقيقه نحلوا المجال الاسئله ديال الاخوان الصحفيين في نقاش حر. سي عبد اللطيف معزوز، اليوم الحزب كيطمح في الجهه لتحقيق نتائج مميزه مشرفه، واش اليوم طموح للترقص، طموح للتسيير، طموح للتدبير، وشنو هي تو لهذه المرحله هذه؟ تفضل سيدي. بداية كنشكر الاخوان ديالي ورابطه المهندسين على هذه المبادره، وكنشكر بالخصوص الاخوات والاخوان ديال وسائل الاعلام على الحضور ديالكم. اسمحوا لي نوقف لان ماعرفش نهضر ولا كنتسمع. انا جيت سعيد ان اشارك في هذا اللقاء، وغادي نمشي مباشره نجاوب السؤال ديال السيد انوار. انا بغيت نذكر على ان حزب الاستقلال هذه الانتخابات على ضمان خصوصيات الظروف ديال الانتخابات نفس اليوم، يعني كاين انتخابات جماعية وجهوية وشيعية في نفس اليوم، ثم المغرب اليوم عنده واحد يعني يهيئ ميثاق وطني للتنمية من خلال تقرير ديال يعني اللجنة الخاصة بنموذج التنمية الجديد. دونك هادو جوج معطيات مهمين علاش كنذكر بهم، باش نقول لكم على أن هذه أول مرة أن حزب في المغرب وحتى في تاريخ حزب الاستقلال ننطلق في بناية برنامج وطني من البرامج الجهوية. فهذه تقريبا سنة وزيادة وحنا دايرين فرق كتهيئ برامج جهوية على صعيد مختلف جهات المملكة، ودايرين هذه الفرق مكونة بالأساس من خبراء ديال الحزب في الروابط، وعلى الخصوص رابطة اقتصاديين استقلاليين ورابطة المهندسين. في مشاركات رابطة المهندسين المعماريين ورابطة الأطباء والأساتذة إلى غير ذلك. هذه البرامج كان عندنا واحد يعني دراسة قبلية باش نشوفوا شنو هي الحاجيات، ماشي تكون قال واحد البيت وسدينا علينا بلينا كنخططوا، درنا دراسة قبلية من خلال يعني ريزو سوسيو باش نشوفوا شنو هما الانتظارات ديال الساكنة في جل مدن هذه الجهات المعنية والقرى من خلال الإنصات. وانطلاقا من هذا هيئنا برنامج أو برامج. سأتحدث بالخصوص عن برنامج جهاز الدار البيضاء باش نمشيو، لأن أنا اليوم مرشح باسم الاستقلال لي يعني خوض غمار الانتخابات الجهوية عن عمالة أنفاق. وطموحنا كله لان الى شفتوا الفريق اللي او الفرق اللي نزل بها الحزب في الدار البيضاء كتعني على ان الحزب عنده طموحات، بل عنده واحد الرغبه كبيره انه يسير شؤون جهاز الدار البيضاء ان شاء الله في واحد الفريق اللي هو
اليوم مقدم إلى شتم كل العمالات عندما تلقى فيها يعني أطور من طينة كبيرة من الخبرة والتجربة والمعرفة والدراية وكذلك الاستقامة. هادو كانوا معايير مهمة باش أنا لأن كتعرفوا بأن الجهة هي اللي غتكون كتلعب واحد الدور مهم في تنزيل النموذج التنموي وهي اللي غتكون هي اللي كوسيلة أو الأرض اللي يمكننا نطبقوا فيها كل الاستراتيجيات الوطنية إلا بغينا ذاك التقاطع اللي كنقلوا عليه. دونك هذا هو يعني التصور ديالنا وهذا هو الجواب ديالي يعني مباشرة على السؤال ديال السي أنوار. ربما نقدر نتفاصل أخرى في الحياة. شكرا سي عبد اللطيف. من رؤية جهوية إلى رؤية محلية، أنا كنظن اليوم استحقاقات هو واحد التاريخ اللي هو مهم واللي غادي يفرز لنا ما لا محالة واحد التشكيلة اللي غادي تسير أولا الشؤون ديال البلاد، مي كذلك غادي تسير لينا حتى جهويا ومحليا. واليوم في المنطقة ديال عين سبع الحين محمدي شاب من قطر الحين محمدي لما يتعرف بين الحولة التاريخية ديال تسير هذه المنطقة. سي رشيد أفيلة اليوم غيخوض الغمار ديال الانتخابات التشريعية، كل أمل على أنه يحقق نتيجة إيجابية. سي رشيد اليوم هذا الطموح هذا كيرتكز أولا واش على رغبة شخصية، على نظرة شمولية للمنطقة، ولا جاء من منطلق أنه الإنصاف خصو ينصف كذلك الناس اللي عندهم تصور واللي عندهم برنامج واللي عندهم رغبة باش يشاركوا في الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا جوابا على سؤال الأخ أنوار، نحن داخل حزب الاستقلال يعني نرتبط بالدعوة بثوابت حزب الاستقلال، بمعنى أننا لسنا حزبا موسميا للمرشح تبان داخل حزب ما معين من خمس سنوات كل خمس سنوات بعد ربي المتواضع ولد الشبيبة المدرسية والشبيبة الاستقلالية منذ يعني سن ديالي 15 سنة. إذا تدرجت في جميع دواليب حزب الاستقلال من شبيبة الاستقلالية إلى عضو مجلس الوطني إلى عضو اللجنة المركزية، ثم بعد ذلك عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عندما كان الأخ عباس فاسي أمينا عاما للحزب. إذا هذه المدرسة اللي مع الأسف افتقدناها في بعض الأحزاب، لأنه الدور ديال الأحزاب السياسية هو أولا لا من خلال القانون المنظم للأحزاب السياسية ولا الدستور، وهي تأطير الشباب وتوعية المواطنين والمساهمة في الإقلاع الاجتماعي. وحزب الاستقلال كان وما زال منذ التأسيس ديالو سنة 1944 إلى يومنا هذا مبني على الثوابت ديالو ومبني على الإيمان ديالو على أنه من الواجب كل مواطن مغربي أن يساهم في التنمية لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ديال وهنا لابد من نركز على واحد النقطة، هو أنه حزب استقلال يعني كحزب خلافا اللي تتروج ليه أنه حزب استقلال في الحكومات دائما هو اللي شاد، حزب استقلال كان ترأس الحكومة ديال عبد الله ديال أحمد بلافريج في سنة 1958، وهذه الحكومة مع الأسف لم تدم إلا 6 أشهر و20 يوم لأنه جات عشية يعني الانشقاق اللي عرفوا حزب الاستقلال خروج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. رغم أن بلافريج من الأساتذة الكبار من الناس اللي هما يزعموا الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال في 44، هو كان على رأس 12 ديال الناس اللي مشاو عند المغفور الله محمد الخامس، كان بلافريج هو اللي مزعم باش طلب الاستقلال، وهذه فيها
واحد الشجاعة واحد الجرأة رغم أن الاستعمار آنذاك بالسلاح ديالو الموقع ديالو إلى ذلك. ثم جاء من بعد حكومة عباس فاسيت، حكومة عباس فاسيت اللي مع الأسف لم يتم إنصافها رغم النتائج اللي تحصلت عليها. حكومة ديال عباس فاسيت كانت في 2007 مع الأسف جاء الربيع العربي وتوقفت في 2011. ولكن متى نقارنوا العمل طبيعة الحال حنا اليوم خصنا نهضروا على البرنامج اللي غيطرق ليه السيد الوزير السابق السيد عزوز، ولكن لابد اننا نذكروا الشباب ونذكروا شنو هي التضحيات الجسام اللي قام بها هذا الحزب. راه هذا الحزب ماشي وليد الامس ولا اليوم، هذا الحزب اللي مثلا رجعوا للحكومه ديال عباس فاسيت تلقاو انه النسبه ديال النمو مقارنه مع حكومه الشطو وحكومه ديال العثماني وديال بن كيران ثلاثه ديال الاضعاف. يعني تم يعني التخفيض من البطالات، بناء ديال الطرق، السيار اللي مشات لمراكش واكادير وصلت لوجدة الى غير ذلك. غنكون واحد الغرش اللي هو كبير وكبير جدا، وحنا اليوم تنطمحوا مع السي نزار بركه الامين العام لما له من كفاءه ونزاهه فكريه اننا ناخذ المشعل من جديد. اذا هذا الحزب هذا كما قلت عنده ثوابت، عنده مواقف، حنا خصنا نرجعوا ليها، لانه ماشي الهم والشغل ديال الحزب الاستقلال كان هو ان يحكم او ان يستوزر فيه وزراء. فمثلا نرجعوا للتاريخ تلقاو في 63 تقديم ثلاث وزراء من حزب الاستقلال اللي هما علي الفاسي وبوسته والدويري الاستقاله ديالهم نظرا لكون كانوا تيختلفوا مع المشروع الاقتصادي ولا العمل اللي كانت تدير انذاك. وهنا فين جات التعادليه هي 63 ديال 11 يناير. وتنشوفوا كذلك انه حزب الاستقلال عنده واحد الرؤيه مستقبليه، انه تطلع على انه الحكومه الحاليه بالسياسات ديالها اللا شعبيه انها ما غاداش بالبلاد الى بير الامان. وشفنا استقاله ديال 6 وزراء منهم سي معزوز اللي حاضر معنا من الحكومه ديال بن كيران في 2013، بمعنى انه يكون عندك واحد 6 وزراء وتخرج من الحكومه، بمعنى الهدف ديالك ماشي هو الاستوزار، الهدف ديالك هو اصلاح البلاد واصلاح شؤون العباد. والرؤيه ديال حزب الاستقلال كانت في محلها، لانه المغاربه استدركوا بعد ذلك بعد سنوات مع الاسف ان هذه السياسات اللاشعبيه اللي تقوم بها الحكومه من زيادات في الاسعار والى غير ذلك من 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 من, من زيادات لا تخدم المصالح العامه للوطن. الان ما هو البديل؟ هناك باش نعرفوا التوجه العام، هناك 4 احزاب اللي هي غدا غتقدر تكون في الرئاسه ديال الحكومه. هناك حزبين تقليديين اللي الاول تنعرفوا اللي تحكم اليوم اللي شاد الرئاسه، وكاين حزب اللي هو حزب استقلال، وهذو ناس ما تعتمدوش الحملات الانتخابيه ديالهم على استعمال المال. وكاين احزاب ديال الباترونه اللي عندهم والله يزيدهم من امكانيات الماديه الى غيره. ولكن ملي تنشوفوا سياسه حزب الاستقلال والسياسه ديال الاحزاب الاخرى اللي تمثل الباترونه ما يمكنناش تماشى، لانه ملي تكون عندك واحد السياسه الاجتماعيه بمعنى انه تطلب تحسين الوضعيه ديال العامل، الزياده في الاجور، تحسين الوضعيه ديال الاساتذه، يعني تخفيف من الكلفه الشرائيه والطاقه ديال يعني ديال بالنسبه للمواد وبالنسبه لسميتو بالنسبه للمواطنين. وهنا واحد الاجراءات تنشوفوا، شفنا بعض البرامج اللي تتشوف تقول هذا الحزب هذا غيزيد في هذه وغيعطي لهذا وغيزيد ميتو، ولكن هذو ملايير ما تنعرفوش منين غنجيبوهم، غيجيبوهم هاد الناس. ولكن حنا عندنا واحد البرنامج واقعي اللي بعض النقاط فيه لا تطلبوا ولو درهم واحد. ونعطي مثال هو تسقيف المحروقات. مثال نقولوا تسقيف المحروقات، كاين واحد الحزب معين ما تهموش انا غتسقف ليه ولا تحيد ليه من الارباح ديالو، ولكن حنا تنقولوا تسقيف المحروقات. علاش؟ لانه ملي تتحد من الارباح ديال هاد الناس ديال المحروقات تيطيح السعر ديال المحروقات. اللي عنده سيارة تيولي انه يمكن يخرج بها وكذا، هذا
واللي ما عنده السيارة تيركب في طاكسي تيركب واحد الثمن اللي هو يعني غير مكلف، لأنهم تزيد على مول الطاكسي ولا على النقد بصفة عامة، إلا كان المازوتي تسوى 10 دراهم ولا 12 راه مايمكنش غتبقى تركب بنفس الثمن، تزيد عليك في التسعيرة. وأكثر من ذلك وأهم من ذلك هو بالنسبة للمواد الغذائية، تعرفوا بأنه بعض الخضار اللي مثلا المطيشة تسوى 3 دراهم ملي تيطلع المازوت وتطلع هذا تيولي النقل غلا، يعني ملي تيجيبوه من واحد 40 ولا 50 ولا 100 كيلومتر هذاك النقل شنو تيتزاد في التكلفة، ما تبقاش هذاك المطيشة مثلا تتسوى 3 دراهم تتولي تتسوى 6 ولا 7 دراهم. إذا هنايا المواطن هو اللي تيخلص هذه التكلفة ديال الغلاء، وتيمكننا بقرار اللي هو لا يتطلب إلا شوية ديال الحبر في الجريدة الرسمية والموافقة ديال الأغلبية الحكومية، تتصادق عليه تيخرج صافي تيولي زيد ما تبقاش ربح لي أنا جوج دراهم في المازوت، ربح سيدي 4 دراهم البركة عليك راه تبارك الله. وكاين مسألة أخرى وهي التعليم، التعليم كاين إشكالية كبرى، ما الحالة هذه في التسعينات الثمانينات عفوا كان المشكل ديال المغاربة هو السكن. الآن بفضل التوجيهات الملكية السامية استطاع المغرب أنه يحدث ما يسمى بالسكن الاجتماعي اللي تتساهم فيه الدولة بواحد 7 مليون تتحيدها على المواطن كتكلفة، واللي تيمكن ليه تياخذ واحد القرض ديال من البنك و تيقدر يجي واحد 1500 ولا 1600 ولا 1700 درهم، ماشي هي تيكري ب 3000 الى غير ذلك. ولكن الاخطر في هذا الوقت انت نقول علاش قلت السبعينات والثمانينات والتسعينات، انا من منطقه عين السبع وقريت في التعليم يعني العمومي، قريت في الامام مالك اولا ثم في بالعوام ثم خديت الاجازه ديالي في حقوق الطريق الجديده في الحقوق، كان التعليم في مستوى جيد وعادي، وكانوا المغاربه ابناء المغاربه منهم فقراء منهم اللي ما عندوش منهم اللي ما خدامش منهم ولادهم اللي تيخرجوا تيكونوا نفس المستوى ديال التعليم الخاص بما فيهم لا ميسيون هذا. الان اليوم لا، اليوم مع الاسف ولا واحد وهذا الشيء خصني اعاده النظر، لانه لا يعقل انه حنا واحد ملي تيتزاد خص تكون واحد المساواه، يمكنش واحد عنده امكانيات با تيقرا واحد ما تيقراش، لا وهادشي راه كاين في دول العالم، فرنسا الا مشيتي راه ما عندهمش التعليم الخصوصي كاين ولكن قليل، كلشي بحال بحال، ولد وزير بحال ولد الشاوش، وهادشي خصنا نعاودو نرجعو ليه لانه كان وتراجعنا فيه. سياسة الحزب تدور، بالك هاد الناس اللي تيقريو ولاد الشعب ولا ولاد الطبقة المتوسطة خصو يخلص عليه 2000 درهم في الشهر، منين يكون عنده 3 خصو 6000 ولا عنده 4 8000 درهم، هادي راه هادشي راه مشكل، راه مشكل خطير. اذا هاد الناس هادو اما خصهم يخلصوا الضريبه المزايده يا اما يهبطوا باش يبقى هاد التعليم في متناول الجميع، وتنديروا لهم اما اعفاء اما تخفيض ضريبي. اذا هذا ما تيطلبش واحد 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 الامكانيات الماديه، وداخل وفيه برنامج حزب الاستقلال هناك اعفاء من الضريبه على الدخل، ودار الطرح لها طرق لها السيد الامين العام وقال غتكون واحد اعفاء الضريبة على الدخل بقيمة 500 درهم بالنسبة لكل مواطن، هاد المواطنين اللي هما في الطبقة الوسطى. إذا نتمنى أن المواطن المغربي والمواطنة اللي تيسمعونا اليوم أنهم يديروا الثقة في هاد الانتخابات. شحال هادي حنا كمناضلين داخل حزب الاستقلال ولا في الحركة الوطنية بصفة عامة كنا نعيبوا على الدولة، لانه الدوله كانت تزور الانتخابات، كان في واحد العهد من بلا ما نسميو شكون كان فيه في الداخليه، كانوا المقدمين تيشد الصندوق وتيهرب فيه تيخطفوا وتيمشيو يبدلوا الاصوات وتيهدر، وكانت واحد يعني الناس اللي ما ملي تزادوا من بعد التسعينات ومن بعد ما يعرفوش هادشي، ولكن هذا كان واحد الواقع، كان التزوير كما تيقولوا بالعلاج، وكانوا المغاربه تيمشيو يصوتوا، النسبة كان طالعة 60-70% ديال الناس يمشيو يصوتوا، ومن تيجي يصوتوا تلقى هذاك الصوت ديالهم ديال ما يسمى اللي مشى للأحكام هذيك ما يسمى بالأحزاب الإدارية دابا ولات الأحزاب ديال الباترونة كان تيمشي لهاد الناس هذا. اليوم من الدولة بفضل التعليمات الملكية ديال سيدنا الله ينصرو ولات انتخابات نزيهة، ما بقيناش الإدارة ما بقيناش نعيبوا على والو، ولكن يمكن ولينا تنعيبوا على المواطن ما باغيش يمشي يصوت،
هاي انتخابات ملي كانت ولات نازيه ما باغيش المواطن يصوت، وملي كانت زوار كان تيمشي يصوت. علاش؟ ربما واش ما كاينش واحد القناعه ان راه شيئا ما تغير في المغرب، وفعلا راه قد تغيرت اشياء كثيره، ولقد لاحظنا ذلك غير من التعامل ديال الدوله برئاسه الملك مع الكوفيد. راه المغرب راه اصبح انه تينافس حتى دول في اوروبا، يعني ولينا سابقينهم في التلقيح، ولينا سميتو ولينا واحد 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 من جالوزي ديال بعض الدول الجوار ولا حتى الاوروبيه، ان كيفاش المغرب الامكانيات ديالو المتواضعه حاول انه يجند كاع الطاقات، ولكن الحمد لله خصنا نقولوها بفضل الناس ديال الصحه اللي داروا واحد المجهود كبير وكبير كبير، ولهذا خصنا نثقوا في نفسنا ونقولوا راه حنا غاديين لقدام، وهاد المساهمه ديال المواطن غدا شنو هي؟ وهو يمشي يصوت واحد نص ساعه ما فيها باش في 5 سنين الا مشيت خسرتها من الوقت ديالي ما فيها باش نمشي نصوت وندير واحد نادي واحد الواجب وطني. وشكرا. شكرا سيدي رشيد. كل هاد التوضيحات انا بغيت نرجع لسؤال واحد اخر، وكنظن اخر قبل ما نحلوا النقاش، لانه الغايه كذلك هو نسمعوا الراي ديال الاخوان والتساؤلات ديالهم. وغادي نعاود نرجع عند السي عبد اللطيف معزوز. اليوم سي عبد اللطيف لا قلت لك مازال ديال التحديات كبيره اللي اليوم حسب استخدام كراهن عليها في حاله وصولوا للسياده الجهه، شنو هما ثلاثه التحديات الكبيره اللي غادي تركزوا عليها في الحمله ديالك؟ الحقيقه باش نخرجوا من المنظور الوطني الى المنظور الجهوي، علما بما يمكن ان تقوم به الجهه من ادوار يعني طبيعيه. احنا ركزنا ثلاثه ديال الافكار، ربما اربعه، يعني بعجاله غادي نتكلم على ثلاثه ثم الرابع. البرنامج ديالنا بناه على ما هو مساهمة الجهة في بناء تكافؤ الفرص داخل المجال الجهوي. هذا تكافؤ الفرص فيه كل ما يتعلق بالصحة، كل ما يتعلق بالتعليم، كل ما يتعلق بالمرأة، كاين برامج خاصة بالمرأة، برامج خاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ضروري يكون عندهم حق. يعني هذا الشيء علاش كنتكلموا على الإنصاف الآن، يجب أن ننصف واحد العدد ديال الساكنة، ثم كذلك برامج خاصة بالعالم القروي. أنتم كتعرفوا بأن الجهة فيها 140 جامعة قروية، فهذا نسبة الساكنة يعني تفوق 3 أرباع اللي هي يعني مدنية، ولكن القروي فيه واحد المساحة شاسعة، وهذه المساحة شاسعة إلى ما هي إناهاش إلى ما نصفناهاش من ناحية ديال الإمكانيات، من ناحية البرمجة المجالية غتكون أولا غادي نضيعوا فيها، لأن هي تغذينا بالأكل وبالأكسجين وواحد العدد ديال الأمور، وغادي تولي عوض أن تكون فرصة قد تكون تهديدا للجهة بدأت هذا. وغادي ندوز للنقطة الثانية، الجهة بدأت تفقد واحد جزء مهم من الجاذبية ديالها، جاذبية الاستثمار، وغادي نرجع له هذا الشيء الثالث، ولكن جاذبية ديال الحياة اليومية وخاصة داخل الدار البيضاء. الشق الثاني هو تحسين الإطار العيش داخل الجهة، وأخص بالذكر هنا الإشكال الأول اللي برز ملي درنا الدراسات ديالنا هو التنقل. ما درنا دايرة واحد الدراسة رقصنا فيها تقريبا واحد 70,000، وأن شونتيون كيكون مهم غير 300,000، حنا 70,000 ديال الأشخاص اللي تم يعني الاستماع إليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخرج مشكل ديال التنقل بكل مكوناته هو المشكل الأول. المشكل الأول وبكثير، لما أقول تنقل تنقل داخل المدن، حافلات، طاكسيات، بويات، الحومات،
كوتشي إلى غير ذلك. فالناس تشتكي أولا من الفوضى اللي كاينه العدد ديال وسائل التنقل، ثم تشتكي كذلك من عدم السلامة داخل هذا الوسائل، ثم كذلك مور السيارة الشخصية. اليوم كلكم إذا جربتوا كتكونوا في الشارع دير واحد يعني مسافة قصيرة كتعرفكم وقت كبير. دونك هذا ورش يمكن لي نسميه الورش الأولي، وأتكلم على الأوراش المحلية يعني أوراش وطنية راكم طلعتوا عليها من ضمنهم ورش ديال الصحة والتغذية الاجتماعية، لكن كنهضر هذاك كل ما هو وطني يجب بلورته على الصعيد الجهوي، ولكن كاين خصوصيات بالنسبة للدار البيضاء. بالنسبة للدار البيضاء كاين هناك كذلك ورش ديال الصحة، يعني حنا كنا كنعرفو بين عندنا بزاف ديال الكلينيك، كلينيك بريفي مي غالي أولا، ثانيا أن الدار البيضاء تشتكي من أمراض خاصة بها خاصة بها، يعني كل ما يتعلق بالتلوث، نسبة السرطان في الدار البيضاء مرتفعة جدا مقارنة مع باقي الجهات وباقي المدن، كذلك كل ما يتعلق بالأمراض النفسية والستريس، وثم كل ما هو مرتبط بالحوادث. الدار البيضاء كيخصها تنظيم خاص بالمستعجلات، مستعجلات عندنا فوضوية ما عرف حتى واحد حالة الحادثة ما كيعرف فينيش. دونك كاين إطار العيش كندير فيه التجهيزات الرياضية، كندير فيه الثقافة. اليوم يعني الجهة تفتقد لفضاء الثقافية، عندنا المسرح الجديد باقي مسدود، مسدود كبناية ولكن مسدود كبرمجة. كاين واحد العديد ديال التجهيزات الثقافية القرب من دور شباب، من مسارح، من فضاءات مسدودة ولا فيها شي حاجة. داكشي درنا واحد تقريبا واحد الدراسة ميدانية من خلال بعض الإخوان، ف تقريبا كل دور الشباب ما بقى فيها حتى شي أنشطة. دونك دور الشباب كانت هي المنشط، هي المثقف ديال الشباب على كل حال في عهدنا لما كنا نتعرض عليه. إطار العيش هو التلوث، إطار العيش هو الماء. الماء في الدار البيضاء، أنا ساكن في الطبقة الرابعة، يمكن لي نقول لكم هذه 5 سنين ولا 6 سنين، وأنا في الصباح إلا ما نطش بكري ما ندوش، الماء ما كيطرش، ما كاينش الماء بالكفاية. كنعطيكم مثال غير باش، ولكن اللي معروف هو أن الدار البيضاء تشتكي من يعني جوج الأمراض متناقضة. أولا الشح في الماء ناقص، وثانيا الفيضانات. يعني كاين واحد الضياع ديال الماء، وما كاينش واحد يعني التصور لوجود الماء وخص راكم كتعرفوها. حنا في الدار البيضاء كنشربوا الماء ديال 4، ما كاينش الدار البيضاء ما كاينش الماء، كاين الماء من الرباط. الرباط اليوم كيقولوا الناس اللي خليو لنا الماء ديالنا، راه باقي حتى حنا بقى عندنا ما نشرب. دونك كاين واحد التصور كذلك لتحليه المياه، لبناء سدود، يعني واحد اعاده استعمال المياه ديال الشتاء او المياه كذلك. الركيزه الثالثه اللي تكلموا الاخر هو رد تنافسيه اقتصاديه للدار البيضاء. كان هنا واحد التصور ديال الدار البيضاء من الناحيه الاقتصاديه حول ثلاثه ديال المحاور. نتكلم على الدار البيضاء الجهه، الدار البيضاء الاستراتيجيه باش كنكون شويه كنختصر، كنقول الدار البيضاء ولكن دائما نتكلم على الجهه. عندنا تصور بني على ثلاثه المحاور داخل الجهه. واحد المحور اساسي ومهم وكبير وعارفينه كاملين يدور حول الدار البيضاء والسطات المحمديه نواصر بن رشيد اللي مبني عليه الديونه، كذلك اللي مبني عليه الاقتصاد الحالي، واللي اليوم كاين واحد يعني صناعات اللي كاينين، ولكن هو غادي في التطور نحو الخدمات خاصه داخل المدار الحضاري للدار البيضاء، ثم صناعات جديده او تقليديه. نحن نؤكد على ضروره الحفاظ على الصناعه التقليديه، ماشي غير تقليديه الزرابي وداكشي، ولكن تاريخيه، مثلا الصناعات الغذائيه، مثلا النسيج، مثلا هذا. ثم كاين الخدمات، وحنا عندنا اليوم القطب المالي
بالدار البيضاء كقطبه قاري. فهذا إذا مشيتوا الآن بهذا القطب القاري هو ليس بجدد. سير دوز طوموبيلتك وحاول دوز بيت ما هو زعما ما بنيناش حتى الثلث في داكشي. دونك لابد نلقاو حلول تنقل باش هذا القطب المالي يخدم باش تكون هذه الجاذبيه. الجزء الثاني من الجهه كنعتبروا انه سيتكون من جديده وسيدي بن نور، عمالتين جديده وسيدي بن نور اللي عنده واحد الطبع عولمي كلو يعني عنده عولمه من خلال جرف اصفار، من خلال الصناعات اللي كاينه جديده، وكذلك من خلال الصناعات الغذائيه اللي كاينه في سيدي بن نور واللي عنده واحد التنميه وعياده وخصنا نجيبوا له الاستثمارات من خلال المجلس الجهوي وخلال واحد التشارك بين الجهه والمراكز الجهويه للاستثمار. ثم القطب الثالث اللي هو خصها تكون فيه واحد الحياه او حتى انشطه مبنيه على البيئه مبنيه على السياحه الصحيه اللي هو سقط مع بنت سينا. فهادو يعني انا يعني ما نقول لكم هي انا برامج انا كنعتبر على ان والحزب كله ينطلق في تسيير الجهه من ربما الاسبوع الثاني ديال تسليم الصورات اذا تعطات له الفرصه انه يسير. هذا هو السؤال اللي بغيت نجيب به. الى سمحتي سي نجوز في عجاله. نعم. اليوم الى الحزب وصل التدبير ديال شؤون الجهه، المواطن البيضاوي خصوصا الشباب اللي اليوم هذا العزوف كاين كثير، شنو غادي يحس في المئه مثلا في المئه اليوم الاولى ديال التيار الحزب؟ من الصعب جدا ان اجيبها بهذه الطريقه بهذه الرجاله بهكا، ولكن غادي نقول لكم كاين امور الانسان اللي كيسميوها لي زونغلي لي كويك وينز، يعني الارباح السريعه، يعني امور اللي يمكن لها تنتج وتنجز بسرعه. كي ضروري ان نقولوا بان كل برنامج ما يمكنش، اسمحوا لي بهذه العبره، نطويو نقول داكشي اللي دار كله خايب، راه كاين امور اللي دارت وكنبنيو عليها وخصنا نكملوها وخصنا نسرعوها. اذا كان شي حاجه اللي خصها تسرع اليوم هو ما يتعلق بالتنقل. بما فيه المشي، بما فيه الدراجه، بما فيه ما غير ذلك. يعني انا غادي جوج دقيقه ونحط الكلمه. يعني هذا ورش للجهه مع الجماعات خصها تنقل عليه، لان الامكانيات الجماعات ديال الجهه وهذا هو الدور الجهه. الجهه هي كتشكل واحد الرافعه ديال القدرات الماليه والقدرات البشريه باش تدفع بكل المجالات اللي كاينين في الجهه باش تنمي. الورش الثاني اللي يمكننا نحطوا فيه انجازات سريعه هو الورش ديال التشغيل. نحن نؤمن ان من خلال واحد تقريبا يمكننا اذا كان واحد الجديه وخدمنا مع كل مكونات القرار داخل الجهه كيمكننا في خلال سنه نطلقوا امكانيه ديال خلق على الاقل واحد 50,000 منصب شغل في السنه الاولى. واخص بتلك القطاعات اللي هي قابله للتشغيل من غدا، كيخص واحد 20,000 ديال الناس انطلاقا من المغرب غير اليوم كنخدموا غادي يستانس. ثانيا كل ما يتعلق بالتربيه. حنا هذا يعني من الاوراش السريعه هو فتح مدارس ديال التكوين ديال التعليم الاولي ديال يعني الكريش الامهات باش يمكن لهم يخرجوا. هذا كاين فيه اجراءات يمكن كاين عندنا مدارس خاويه فارغه كيخص واحد شويه الاستثمار باش تولي قابله لاستقبال الاطفال، والتكوين ديال المكونين ديال المربيات والمربيين اللي اليوم كاين العدد منهم اللي جالس ولا خدمه واللي كيتسنى يعني واحد 3 شهور حتى 6 شهور ديال التكوين يمكن له يكون مربي. الورش الاخير هو الصحه. اليوم عندنا بنيات تحتيه صحيه اللي يعني تقريبا كلها مشات للكوفيد، وعندنا امراض اللي راه واخده طريقها الله يحفظهم. هذو الكونسير راه كيموتوا وكنقولوا في الكوفيد هو مات الكونسير ماشي الكوفيد، لان ما عنيناش به. والنقص ديال الكلي كذلك، مال القلب كذلك، هادو امور اللي خصها كذلك استدراك غاتراباج، ولو نجيبوا الناس من على برا في
تحني واحد الكونترا ديغي لي تيرميني باش نبدو هاد المواقف. وشكرا. شكرا سي عبد الطيب. اخر سؤال ونحلو النقاش. سي رشيد. سي رشيد السؤال باش نسولو الناس. سؤال ولا جوج لانهم ملتزمين. ناخذو لان احنا في حمله.